بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 17. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة 17 من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك. حياكم الله معالي الشيخ. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من باب المسح على الخفين: باب نواقض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في صفة الوضوء، ذكر بعد ذلك نواقض الوضوء وهي مبطلاته. نواقضه يعني مبطلاته، وهي الأشياء التي تبطل الوضوء بعد كماله وتستوجب إعادته. نعم. عن أبي هريرة مرفوعا: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. نعم، هذا الحديث فيه أن من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، ومنه ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه: الفساء والضراط. هذا نوع من نواقض الوضوء. نعم. وفيه أن الإنسان إذا انتقض وضوءه فإنه تبطل صلاته إذا صلى بالوضوء السابق الذي حصل الحدث بعده، فإنه تبطل صلاته ولا يبني عليه، لا بد من إعادته. نعم. وعن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. نعم، هذا فيه بيان المدة بالنسبة للمسافر، مدة المسح بالنسبة للمسافر، وأنها 3 أيام بلياليها، وأما المقيم فكما مر أنها يوم وليلة. وفيه بيان النواقض، ما أن من نواقض الوضوء البول والغائط. من نواقض الوضوء غائط وبول ونوم. البول والغائط والنوم. النوم هذا إذا كان النوم المستغرق، أما النعاس من الإنسان وهو جالس ومتمكن من نفسه هذا لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم من النعاس، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. فإذا كان النعاس مع عدم تمكن الإنسان من نفسه بأن يكون متكئا على شيء أو مضطجعا، فإنه يبطل الوضوء لأن الإنسان لا يتمكن من نفسه. وأما إذا كان الذي الناعس متمكنا من نفسه بأن يكون جالسا ولا ليس مستندا، فإن النعاس لا ينقض الوضوء. نعم. وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. نعم، وهذا من أدلة أن النوم من نواقض الوضوء،
لأن الإنسان لا يتمكن من نفسه ولا يدري عن نفسه، وربما يخرج منه الحدث وهو لا يشعر به. فلما كان مظنة لما كان النوم مظنة خروج الحدث اكتهي بذلك عن حصول الحدث، لأن مظنة الشيء تأخذ حكمه، وهذا في النوم المستغرق الذي يكون من مضطجع أو من متكئ. أما إذا كان النوم من إنسان متمكن من نفسه يعني يكون جالسا فلا يضر هذا. نعم. وفي حديث ابن عباس قال: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. نعم، ابن عباس كان طفلا صغيرا ويحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الصلاة، فإذا أغفى ابن عباس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذنه ينبهه ويوقظه من النوم لئلا يستغرق، دل على أن النوم إذا لم يستغرق لا ينقض الوضوء، لأنه يقول أغفيت لكنه لم يحصل منه شيء لأنه متمكن من نفسه. نعم. وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق. نعم، خروج دم من فرج المرأة له حالتان: حالة الأولى أن يكون نزيفا وهذا يكون من عرق، هذا لا يأخذ حكم الحيض، تجب عليها الصلاة والصيام والعبادات. وأما إذا كان دم الحيض له علامات، منها أنه أسود، وفي حين أن الدم غير الحيض يكون أحمر، فإذا كان لون الدم أسود فهذا حيض، تترك من أجله الصلاة والصيام. ومنها أنه يعرف، يعني له رائحة، له عرف، يعني رائحة منتنة، والدم العادي ليس له رائحة، أسود يعرف. نعم. ومنها أن يأتي في أيام العادة، إذا أتى الدم في أيام العادة فهو حيض. نعم. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي إنما هو دم عرق. أي نعم، هذا دم الاستحاضة. نعم. وأما دم الحيض فإنه يمنع الصلاة والصيام وتلاوة القرآن ومس المصحف ونحو ذلك من أمور العبادات التي تشترط لها الطهارة. ودم الحيض له علامة وهي أنه أسود، هذه واحدة، والثانية أنه يعرف، يعني له رائحة. نعم. أحسن الله إليكم. بعض المصابات بالعذر تسأل هل لها أن تقرأ أذكار طرفي النهار أو الرقية الشرعية على نفسها؟ نعم، تقرأ الأذكار، وهذا ليس من التلاوة، إذا مرت آية في ذكرها فإنها تأتي بها لا على أنها تلاوة ولكن على أنها ذكر. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة مرفوعا: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. نعم، هذا فيه دليل على أن يقين الطهارة لا يبطل بالشك في وجود الحدث، وأنه إذا أحس بشيء وأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا فالأصل بقاء الطهارة، لا ينصرف حتى يسمع صوت الحدث أو يجد ريحه. أما مجرد أنه مثلا يحس بشيء ولا يجد العلامة فهذا لا يبطل الطهارة، لأن اليقين لا يزول بالشك. نعم. وعن أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. نعم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستغلون في النهار في مزارعهم وحروثهم وتجارتهم، فإذا جاء الليل يرتاحون وينامون
عكس ما عليه الناس اليوم، فإنهم يجعلون الليل نهارا والنهار ليلا، ينامون النهار ويسهرون الليل، وربما يضيعون العبادات والصلوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصحابة كانوا يشتغلون في النهار، فإذا جاء الليل فإنهم يرتاحون بالنوم، ويبدأ نومهم من صلاة العشاء، ينتظرون صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يؤخر من صلاة العشاء، لأن كل ما تأخرت إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل كان ذلك أفضل، ولكنه يعجلها إذا اجتمعوا رفقا بهم عليه الصلاة والسلام. كانوا ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس حتى تخفق رؤوسهم من النعاس فيصلون ولا يتوضؤون. هذا دليل على أن النعاس لا ينقض الوضوء، بشرط أن يكون من متمكن من نفسه، يعني غير مستند إلى شيء وغير مضطجع. نعم. وفي حديث أسماء قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي. قمت يعني إلى الصلاة حتى تجلاها الغشي بالنوم، هذا دليل على أن ذلك لا يبطل الوضوء ما دام الإنسان جالسا ومتمكنا من نفسه، ولو أن النعاس يعني صار كثيرا. نعم. وفي حديث علي في المدي قال: فيه الوضوء. نعم، من نواقض الوضوء خروج المذي، وهو ماء رقيق يخرج عند الشهوة أو تذكر الشهوة، هذا هو المذي، وهو نجس نجاسة مخففة، يكتفى بنضحه ورشه بالماء إذا أصاب البدن أو الثوب، ويستنجي منه أيضا، ولكنه لا يأخذ حكم المني فيوجب الاغتسال، وإنما يكتفى بالوضوء في ذلك. نعم. عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولم يتوضأ. هذا في دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إذا كان لغير شهوة، أما إذا كان معه شهوة فإنه ينقض الوضوء، لأنه مظنة خروج الحدث. الله جل وعلا جعل من موجبات الطهارة قوله: أو لامستم النساء. فبعض العلماء يقول المراد بالملامسة الجماع، فلمس المرأة لا ينقض الوضوء، وبعضهم يقول لا، الآية تدل على أن اللمس باليد، فإذا لمسها بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، وبعضهم يقول ينتقض ولو كان لغير الشهوة، لأن اللمس لأن الآية تقول: أو لامستم النساء مطلق. والمسألة خلافية، ولكن الأرجح والله أعلم أنه إذا لمسها لشهوة فإنه ينتقض وضوءه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه، وهذا لمس، لأنه كان مالكا لإربه عليه الصلاة والسلام، يعني لا يحصل منه شهوة في ذلك، وإنما هو كناية عن المحبة وحسن العشرة. نعم. وروى الأثرم عن ابن عمر وابن مسعود: القبلة من اللمس وفيها الوضوء. القبلة من اللمس يعني إذا كان معها شهوة، وإلا سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويصلي ولا يتوضأ، في بعض الرواية: وكان مالكا لإربه عليه الصلاة والسلام. التقبيل إن كان معه شهوة فإنه ينقض الوضوء، تقبيل المرأة، وأما إن كان ليس معه شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. نعم. وقال أحمد: المدنيون والكوفيون. المدنيون من العلماء، يعني علماء المدينة. نعم. والكوفيون يعني فقهاء الكوفة، وهم الحنفية وأصحاب الرأي. نعم. ما زالوا يرون القبلة من اللمس تنقض، أن القبلة من أو لامستم النساء، يقولون منها القبلة فهي ملامسة للنساء فتنقض الوضوء، هذا خلاف بين الفقهاء. نعم.
حتى كان بأخرة فأصار فيهم أبو حنيفة فقالوا لا تنقض. نعم، من الكوفيين أبو حنيفة رحمه الله يرى أن القبلة لا تنقض، وأنها لا تدخل في قوله تعالى أو لامستم النساء. نعم. ويأخذون بحديث عروة، يعني حديث إبراهيم التيمي عن عائشة المتقدم. نعم. ونرى أنه صار إبراهيم ما هو النخعي، صار إبراهيم التيمي. نعم. نعم. ونرى أنه غلط، إبراهيم لا يصح سماعه عن عائشة، وعروة هو عروة المزني وليس عروة بن الزبير، فدل هذا لا يصح سنده. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضع مثوبتكم. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الشكر في ختام هذا الدرس معالي الشيخ صالح، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله. هذا يزيد الهريش يترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة